2011 غادر ملايين السوريين بلدهم، هربوا من سوء الأوضاع الأمنية والاقتصادية فيه. عشرات الآلاف منهم وصلوا للسودان، لكن لا الرحلة كانت سهلة ولا حياتهم كانت مريحة ومستقرة هنيك بظل الأوضاع الأمنية المتقلبة بهالبلد، وخصوصاً بالأشهر الماضية. من سوريا للسودان، غادر عمران الشامي بحث عن الأمان بعد ما خسر خطيبته وعدد من أقربائه بالحرب، ومن السودان انتقل للسعودية. كنا قريب، كنا حنتجوز، فحصلت المشاكل يعني الله يرحمها راحت هي وعيلتها، جاهم زي قذيفة جت في بيتهم فتوفوا الله يرحمهم. وفي ناس كتير يعني الله يغفر لهم يا رب، يعني من أصحابي من أصدقائي ناس كتير فقدتها للأسف. عانينا معاناة كبيرة، يعني حاولنا بأي طريقة أن نعيش حياة كريمة بس ما قدرنا، يعني فاضطرينا يعني أنه نطلع برا سوريا. أيوة، وهذا الكلام تقريبا من 11 سنة يعني، وطلعت من سوريا للبنان. طبعا الموضوع ده كله أخذ حوالي أسبوع، حاولت أقدر أني أطلع من دمشق من لبنان، جيت السودان قعدت شهرين تقريبا وسافرت السعودية بعدها. ومرة جديدة كان على عمران أنه يرجع للسودان. أنا طلعت السعودية زيارة، أنا ما طلعت في إقامة، الإقامة وقتها كانت غالية شوي. الزيارة طوفت مع الأيام ما جددتها، فخلفت تقريبا 4 سنين ما قدرت أشتغل بأي حتة عشان أقدر إني أجدد الموضوع وأضبط إقامة، ما قدرت. فمسكني عسكري في حاجز، فطلب مني إثباتي، أديته الجواز فقال لي إنه أنت إثباتك منتهي، أنت زيارتك منتهية، كيف إنه قاعد في السعودية لك فترة؟ فقلت له يعني الملك الله يطول بعمره وهو اللي سامح يعني للسوريين انه عادي انه يمشي باي مكان يشتغلوا باي حتى. قال لا النظام ده غناء يعني، طبعا يعني ده من حقهم طبعا يعني، بس انه ما توصل لمرحله انه يشيلني يحطني في سجن. تقريبا انسجنت في السعوديه 10 شهور، حاولت باي طريقه اني اطلع ما قدرت. فجت كورونا فسكرت يعني أغلبية المطارات في العالم سكرت وما قدرت سافر. بلقيت السودان بس اللي فاتحة، يعني رحبت فينا السودان فقط في زمن الكورونا ده، إذا بتتذكروا. فجيت السودان قعدت فيها في الخرطوم. وبالخرطوم ما لقى عمران أهم شيء كان بيدور عليه وهو الاستقرار. أنا طلعت من السجن نفسيتي تعبانة، إنه أنا أنظلم يعني، أنا ببلدي انظلمت كمان أنظلم برا، يعني دي حاجة جدا يعني بتقهر الإنسان. فجلست في الخرطوم تقريبا من 2020 لحد 21، حاولت إني أشتغل هنا وهنا، فكان الوضع المعيشي صعب شوية، وأنا جيت من السعودية ما عندي أي حاجة أملكها. فبيوم شخص الله يجزيه الخير يعني ساعدني بحاجة، فتحت محل الحمد لله، يعني آخر فترة بدت أموري تتحسن. كان الوضع جدا صعب بداية، بس يعني مؤخرا كان قبل ما يحصل المشاكل هنا كان يعني الوضع بدأ يتحسن الحمد لله. بقى للأسف برضو حصلت مشاكل في الخرطوم وفقدت كل حاجة. ومع اندلاع الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، كان عمران ضحية لتهجير جديد. بقيت في البيت فعانينا، يعني ضلينا تقريبا 12 يوم بدون مياه بدون كهرباء، امورنا يعني تعذبنا كثير. وفي ناس يعني من اصحابي الله يرحمهم برضو يعني توفوا في الحرب اللي حصلت، ما قدرنا نعمل حاجة يعني، فاضطرينا انه نغادر يعني نطلع من الخرطوم لبورت سودان، طبعا على امل انه في اجلاء
للسوريين وما حصل من كمية الضغط اللي حصل على القنصلية السعودية، ما وقفوه، فاضطرينا انه نبيت في الشارع. يعني انا اتحملتها بما فيه الكفاية، يعني لمتين لحد امتى؟ وحال عمران مثل حال ميات وبجوز آلاف السوريين اللي بدهم يغادروا السودان لأي بلد آمن، إلا أنهم ما بيملكوا جوازات السفر ولا الأوراق المطلوبة للسفر. السوريين عامة كانوا عايشين عيشة جيدة جداً جداً جداً، وأصحاب محلات وأصحاب رؤوس أموال في الخرطوم. بعد الحرب طلع أي واحد بدون ولا شيء، وصل هنا اضطر انه يقعد في مركز ايواء لانه طالع صفر، ما عنده قدره لانه ياجر او السفر متوقف بسبب انه ما في طيران فاضي، طيران سوري او اجراءات بين الحكومات، ما بعرف سببها. بس في ناس بدها تسافر لبلاد تانية، ما بتحسن تسافر الا تدفع غرامات وجوده كاجنبي. المعامله عامه سوري أو سوداني هي الحمد لله أخوة، ما في أي فرق، بس موضوع الإقامة والغرامات ده بيعرقل السفر أكثر الناس. بعد الحرب كمية ضخمة جدا مشت، في اللي مشى لسوريا وفي اللي مشى لخارج سوريا، بس الناس اللي فضلت هي الناس اللي ما عندها استطاعة تدفع الغرامات الضخمة. والله حياتي في بورت السودان يعني عبارة عن أمل إني أسافر منها.